معكم سميره الذهبي مريضه سرطان تدي المرحله الثالثه قبل الاخيره معاناتي مع السرطان كانت طويله وبدات من شهر 3 2019 اكتشفت المرض ديالي غير بالصدفه اه للاسف مشيت الـ الـ كما كما كنقولوا السبيطار ديال الدوله هما اللي اكتشفوا لي المرض بالحق ما كملتش معاهم حيت كان عندهم الالات كانوا خاسرين طلبوا مني الماموغرافي وللاسف كان خاسر وكان خصني سنة 3 شهور والمرض ديالي ما كانش خصو يتسنى فاضطريت انني نمشي نتعالج في مصحه خاصه مع ان امكانياتي ما كتسمحش ولكن الحمد لله انا غاديه في في مسيرة العلاج السرطان أنا من نوع الناس اللي السرطان عندي موروث العم ديالي توفى به في سرطان في الكبد والأب ديالي توفى دابا تقريبا شي أسبوع بسرطان البروستات الله يرحمه وأنا مصابة بالسرطان الحمد لله والمسيرة غادية وكان كافح وكان صبره بالحق للأسف في المغرب العلاج ماشي سهل وكيبغي إمكانيات والإمكانيات ما كيناش وحتى لو كانت كينا فالإنسان ما كيقدرش يكمل لأنها صعيبة بزيف. أكيد أنا أنا أم الولد البنيته وأنا معاهم هذه الساعه الحمد لله واخا أنا ملي ما بقيتش كان ما بقاش دوري بحال الأول ولكن الحمد لله أنا غاديه وهذه الساعه أنا كنشوف راسي دابا غير مع المرض ومع مع الجهاد معاه درت أنا درت 27 حصه في الشيميو ودرت عمليه ومن بعد العملية أنا دابا في طور العلاج في الغاديو تيرابي عندي نهار السبت درت الحصة الخامسة وغدا إن شاء الله غنبدا في الحصة السادسة غتكون عندي خمسة وثلاثين حصة بإذن الله وصعوبات بزاف في مرض السرطان صعوبات المرض صعوبات النفسيه صعوبات الناس اللي كيعرفونا مرض كيفاش كيتعاملوا معانا معنا واكثر حاجه اللي لقينا فيها الصعوبات هو هي العلاج في المغرب صعيب بزاف وامكانياته الماديه صعيبه وبعد المرات كنتوقفوا على العلاج لان ما كتكونش الامكانيات الحصص غالين بزاف والحمد لله ربي معانا اللهم لك الحمد مني لقيت صعوبات ماديه فكرت ندير قناه وللاسف درت القناه وما لقاتش واحد الاقبال كبير ما بقى ما طلعتش هاد الساعه دابا درتها تقريبا شي شهرين وشهرين وش ونص باش درتها قناه في اليوتيوب سميتها سميره سميره وكنتمنى تنجح القناه باش نساعد نفسي ونساعد حتى الناس اللي معايا في المرض هذا هو الهدف ديالي من القناه وكنتمنى تكبر المحتوى ديالها هي طبيعة الحال المرض ديالي قناه كتهضر على السرطان وعلى معاناه مرضى السرطان وعلى كيفاش اكتشفت المرض ديالي وكتهضر عليا وعلى خوتي في المرض اكيد انا ما الانسان ما كيقدرش يمد يده طبيعة الحال العفه كتمنع فما كانش قدامي غير انني ندير قناه لانني سمعت بان يكون فيها دخل وهدفي كان هو الهدف المادي اولا باش نساعد راسي ونساعد الناس اللي معايا في المرض هذا هو الهدف اللي كان عندي اللي للاسف ما, ما ما نجحتش القناه وكنتسنى كنترجى بانها تكبر وتنجح ان شاء الله بعد ما نشاف عندكم دابا عندي تقريبا شي 647 ابوني خاصني نوصل ل 1000 ابوني وخصني نوصل ل 4000 ساعه باش كتفاعل القناه عاد ممكن يكون عندي دخل والمورد منها باش نقدر نكمل العلاج ديالي يعني ان شاء الله مريض السرطان كتكون عنده النظره للدنيا مختلفه على الشخص العادي حيت حنا بحال كيعلمك راه في اي لحظه ممكن تمشي خصوصا المرض ديالي انا رأي عندي المرحله قبل الاخيره اللي متوقعه لان الحالات اللي معايا والناس اللي معايا في السطاب كلهم كلهم كاين توفى كاين اللي انتشر لان النوع ديال المرض ديالي انا كينتشر كيمشي للكبد والمخ والعظم والكبده والكلي ومتقبل المرض ديالي الحمد لله ولكن المعاناه ديالو لي صعيبه المرض راه ممكن تغلبي عليه وممكن ممكن تقاوميه ولكن المعاناه ديالو ديال العلاج والمعاناه ديال القدرات والامكانيات الماديه هي اللي كتحطم المرض اكثر من من المرض بحد ذاته انا انا ديفورسي مطلقه مع الزوج ماشي معايا الحمد لله عايشه مع الام ديالي الحمد لله الحمد لله النداء ديالي بغيت قناتي تكبر وبغيت بغيت تكبر باش يكون عندي منها دخل وموارد مادي وبغيت بغيت الناس تعالج بالمجان بغيت ما بغيناش كما كنقولوا ما بغيناش نموتوا بسرطان بغينا العلاج وبغينا الدوله تعالجنا بالمجان لان هذا حق حق شرعى المريض السرطان وحق الحياه خاص الانسان يتعالج في بلاده وما يبيعش حوايجه ما مي يمدش ايده الناس ما يتعالج في بلاده وهو مرتاح دابا كما قلت لك عندنا مشكل معاناه السرطان اكبر من مشكل السرطان بحد ذاته بغيت ن... بغيت نقول للناس يعني تدعم قنوات مرضى السرطان راه مريض السرطان محتاج دعم قناته باي دعم راه باغي باغي الدخل المادي ولكن ماشي الهدف معين او لشي ال... حاجه شخصيه غير حق الحياه غير باغي يعيش وباغي يعالج نفسه وباغي يعالج الناس اللي معاه في المرض هذا هو الهدف فساعدوهم اكثر لانهم محتاجين دعمكم ومساندتكم بغيتكم تفعلوا وتدعموا وتكبروا القناه ديالي اللي سميتها سميره سميره اللي هدفها باين وواضح وراكم عارفين.. وشكراً لكم بزاف